مرحبا، تحياتي من شركة قناة تجارة إكسلينك. إذا أنت جديد على القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وإذا شاهدني أول مرة اسمي توفيق. اليوم راح نسوي تجربة إنه نخفي الأكل ونشوف إنه حاسة الشمع الستيل هل راح تقدر تلقاهم أو لا. أشوفكم بعد الانترو. يعني قبل ما أبدأ التجربة أنا حسوي إن شاء الله يوم الثلاثاء تكون يوميات أو تجارب، ويوم الجمعة يكون تدريب على طلبكم. طبعا هاي حسويها، خلينا نبلش هسه. انا ستيل لما تشوفون وراي لمبينه راح اغطيها وابدي اخفي الاكل ونشوف شو بيصير ويانا. مثل ما تشوفون غطيتها، طبعا هي تموت على شيء اسمه كبده، فاليوم جبتها كبده راح نبدي نخفيها. نخفيها هنا المفروض تبين. الصحون طبعا ما نستخدمها. طيب شوف هنا كيف. هلا نغطيها. حطوها. ولت آخر واحدة. نشوف استنى. يلا بالصحة ما شاء الله يا الله. استيلا استيلا دوري. يلا حاسة الشمع هاي أول وحدة. هذا كوذيج هاي قريبة عليها وأكو هناك. يلا روحي دوري. تفضحينا يلا خلينا ندور. يلا وين وين استنى وين وين خايف شوي اساعدها شيانة. حلو برافو استنى برافو. يلا بعد وين بعد اكون كامل لخ بعد اكون كامل لخ. يلا وين 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 يلا دوري 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 بعد دوري وين. والله بطلة. يلا طلعت آخر واحدة ستيلا. ستيلا وين 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 يلا وين وين ستيلا. يلا بصوتي لك. هلا هلا والله بطلة والله بطلة ستيلا والله بطلة والله بطلة والله شطورة. كلتها مو والله شطورة. نقول لك هاش كيما يشم زين. والله بطل ستيلا مثل ما شفتوه أربع قطع وأربعتهم لقيتهم حتى يعني ما ساعدت تفتشيش بس إنه قربت عن المكان شوية يعني ما لا أشرت عليه ولا رحت إنه وديت عليه. شطورة ستيلا شطورة ستيلا شطورة. إذا حبيتوا هيك من نوع من هاي الفيديوهات اكتبوا لنا، وإذا عندكم أفكار تبون نسووها أو شغلات أنا جاهز اكتب لي وإن شاء الله الحلقة تنزل الأسبوع اللي وراها. إذا حبيتوها لا تنسون الاشتراك واللايك. تحياتي لكم، مع السلامة.